اخيرا يا دكتور طه، نصيحه حضرتك للشباب الجداد من القراء. اولا اتقوا الله في القران، اوعى تجامل على حساب القران. اجتهد بقدر امكانك وثق ان من مع القران لم يكن خاسرا ابدا. ابذل وقتك وجهدك ومالك وكل حاجه في سبيل تعلم القران، حتى اذا لم يكتب الله لك ان تكون قارئ مشهور. ثق ان الله سينفع بك في اي مجال ويفتح لك ابواب اكيد لم تخطر على بالك. دايما اقول للقارئ القران تعامل معاه انه ده شفيع لك في القبر وفي يوم الزحام. فتخيل كده انك بتخدم حد بيقف معاك في وقت الزنات، حد مسؤول. تخيل بقى انه القران الذي لم ولن يتخلى عنك. فابذل كل جهدك، لا تجامل، احترم، احب القران. اوعى تفكر ان كل قارئ بينجح على قدر ذكائه، لا، على قدر حب القران. ولابد مش تبقى حافظه خلاص، الاهم من كده ان تتخلق بخلق القران. صحيح، دي اهم حاجه. ليس اهم حاجه ابقى قارئ مجتهد ولا وليس كل اهل القران اهل الله وخاصته، لا، من يتخلقون صحيح بخلق القران. وربنا ما اراد ان يمدح سيد النبي مالوش يا جميل او يا غني، قال وانك لعلى خلق عظيم، ويعني وانك لعلى مالوش وانك لذو او لا صاحب لعلى، يعني فوق على وتفوق الاخلاق. اذا اهم حاجه عند القارئ ان يكون خلقه القران، تاثر فهذا الاهم.